بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. قاعدتين مهمين جدا 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 وانت بتلعب النادي الأهلي، لازم تبقى واخد بالك من القاعدتين دول. القاعدة الأولى ان انت لا يجب ان انت تحتفل إلا بعد صفارة النهاية. القاعدة الثانية، دايما ما تنساش القاعدة الأولى، دايما ما تنساش القاعدة الأولى. القاعدتين دول مهمين جدا 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 وانت بتلعب النادي الأهلي في أي وقت، في أي وقت، لو سنة 2005 أو 2006 أو سنة 2021، مهمين جدا جدا القاعدتين دول ولازم ناخد بالنا منهم.